بارك الله فيكم. إذا حلف الإنسان بالله كاذبا هل عليه كفارة ويجب أن يصوم 3 أيام؟ إذا حلف بالله كاذبا فعليه الإثم وعليه التوبة والاستغفار وليس عليه كفارة. الكفارة إنما تكون في اليمين المنعقدة، قوله تعالى بما عقدتم الأيمان، وهي أن يقصد عقدها على أمر مستقبل ممكن، على أمر مستقبل ممكن، كأن يقول والله لا آكل هذا الطعام أو والله لا أكلن من هذا الطعام، يعني يحلف على فعل شيء مستقبل أو على نفي شيء مستقبل. هذه هي التي فيها الكفارة.